يعني انتو نزلتوا على السوق مشان المدرسة؟ ايه بس ما كن جايبين شي. ما لقينا الاغراض اللي بدنا اياها جينجو. نبرة صوتك مو مزبوطة ولا حبيتها. وانا كمان في شغلات مو حاببتها بهالبيت. وانت يا حلوة من اليوم ورايح اذا بيلزمك اي شي للمدرسة بتقولي لي انا قبل الكل، عم تفهمي علي ولا لا؟ رجالي بيروحوا بجيبوهن، لا تتعبي امك المريضة. والله مو امي المريضة، المريض هو. خلص المريض هو. يلا طلعي حبيبتي. المريض هو. نفس، انت منيحة؟ اجاكي مغص؟ شو صار؟ لا حبيبي ما فيني شي، حبيت احضنك مو اكتر يعني. الله يسامحك خوفتيني، امشي. ممتاز اذا بتضل تخاف علي. مثل اخي مصطفى. طاهر هلأ عم نضحك، بس بصراحة انا كتير مقهورة على مصطفى وما عم احكي بنوب. برأيي بلا ما نطول بقصة المحلل هي أكتر من هيك. والله أنا كمان هذا الشيء اللي عم يخطر ببالي، بس بعدين بقول خرجوا الله لا يقيمه. قديشك صاير قاسي؟ أنت شكلك تعبتي، بدك نقعد هنيك؟ تعبت بس معلش خلينا نمشي شوي. ممتاز إذا ضلني بخاف عليك لك. عمالك حبيبتي عدي. على خير ان شاء الله. المهم تزبط. شو جاي عبالكن يا روحي انت وهي؟ هلا ما بيصير اشرب شاي، ما بيسوالي، بس الشاي طيب. اخي لو سمحت دقيقه، اثنين شاي بعد اذنك. تكرم يا بيك. مساء الخانم، كيفها؟ ما سال منيحة، حتى بتبوس إيدك وبعدت لك سلامك. الله يسلم لي الحامل والمحمول. طاهر نفسي. طويل كان الطريق ما؟ قصدك الطريق اللي مشينا عليه؟ أنا ما حسيته طويل أبدا. ما قلت لي تعبت ولا مرة، ما قلت أنا ليش عم ساوي هالشي، ما خطرت ببالي حتى. أنت دعائي اللي دعيته لالله وتحقق. إيدي طاهر. عادي ماسك إيد حبيبتي. طاهر عيب؟ عادي. ما رح ترد؟ ما رح رد. لك طاهر ترك لي إيدي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.